ألف ألف مبروك يا بنيتي، عسى الله يوفقك ويرزقك الذرية الصالحة. أبغى أنت توافقين؟ يبقى أنا موافقة، بس ترى أنت تعرف كل شروطي. إيه، وعادل موافق على كل شروطك. يا جماعة عادل دز الدزة، دز الدزة، إيه دز الدزة، وعطاني الشيك عشان باكر أصرفه باكر. إيه إيه، أقول شيك بعد، ما في أكل، ما في شرب، ما في سالي أي شيء. أفا عليكم، دقايق بس ويجهز العشاء، ما بغينا نستانس، ما بغى تصير عندنا مناسبة. يبا من الحين أقول لك، ها من الحين يوم الخميس أنت معزوم والملاج راح يجيب الشقة. ها ما أسمع. أنت أول الحاضرين يبا. إيه إن شاء الله، أكيد أكيد بحضر، على سبنيتي ما حضر. أنا من بلغني الوالد إن أنت موافقة ما صدقت خبر، بغيت أملك عليك اليوم قبل باكر. عادل إنزين، أنا أبيك ترتبين أمورك ها من باكر، من ناحيتي أنا راح أدور على بيت كبير. أي بيت إلا فيلا عودة، وإخوانك راح يسكنون معنا. صدق؟ من صدق قاعد تتكلم؟ يعني يوسف ومنى راح يسكنون معنا؟ أكيد حبيبتي، أنا بعيش وياك كل لحظات، ما راح أخليك تضايقين ولا لحظة. دلال أحبك. فيك انت علامك يا ابو دعي، يا ابو دعي اصبر، زماننا هذا يبي صبر. وها وعد مني الذهب اللي اعطيتني اياه مال ام دعي لا ارد لك الماس، ايش تبي بعد؟ تامر 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 الله. دوخنا ويا ويا.